اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في بيت مباشر جديد من مدينه الدار البيضاء. كما كتعرفوا شارع بيران جران واحد من اكبر الشوارع في مدينه الدار البيضاء. كعرف الان تفاصيل واحد الحادثه ديال السير اللي زرعت على ملتوى هذا الشارع. فجل ديال السيارات كانوا غاديين، سياره فيها بنت، الناس كانوا باركين الطوموبيله ديالهم، دخلت فيهم هاد الشداليح وكانت غتوقع كارثه لولا ستر الله، لان السيده خرج لها الايرباك ديال الطوموبيل والبنات في حاله ديال الخوف والهلع. لولا ستر الله كانت غادي توقع كارثه. كما كتشوفوا مشاهدينا الكرام، كما كتشوفوا هذه تفاصيل. جوج ديال الشابات كانوا مستشفين الطوموبيله ديالهم عادي حتى الدار، واحد السيده جايه بسرعه كبيره. شوفي احيوب ايوب فرحنا عافاك شنو وقع؟ ما زعمتش تفضل صحينا شنو وقع؟ ماشي مسافر ولا عطيني عافاك نشوفوا واحد من الشهود. يمكن انت هو العسال ديال الدرب ياك؟ واخا سيدي انا حنا نبداو عافاك باش نبداو قد قد الله يخليك. اذا مشاهدينا الكرام معنا واحد من الشهود العيان اللي غادي يشرحوا لنا تفاصيل اكثر شنو وقع. السلام عليكم ورحمة الله خويا. حاول ترفع صوتك الله يخليك. السلام عليكم. هذه جات سكرانه مسكينه وضربت الطوموبيله ديالي فوق التروطوار. دابا راه جاو البوليس. السيده اللي كانت صايقه هي اللي في حاله سكر. هي اللي هي اللي صايقه. صايقه ضرباتها الطوموبيل. صايقه وضربت الطوموبيل تاع التروطوار. وهذا اللي سونيت على السيده باش تهبط هبطت وزدت لها في الموس وسميتو الطوموبيل. جاو البوليس دابا راهم كيعطيو. هبطتوا باش تدافع ولا علاش في نظرك هبطت؟ لا هبطت ما فهمت حيت دابا تهجم حيت هادشي اللي كاين. يعني كانت غتحول معركة دموية لولا ستر الله، لأنه فاش غيلقاو وحدة سكر. شرح لينا هاد القضية. هذيك سكرانة وملي هابطين غادي جابوا معاهم موس وسكين بحال اللي بغا يدافعوا على راسهم. هما البوليس اللي في هاد النقطة راه مشكلة خطيرة. لولا زعما حضور رجال الشرطه كانت تقدر توقع كارثه ونوصلوا لما لا يحمد عقباه. اي هادشي اللي واخا انتم واش هاد الدرمول فين كيوقعوا لي زاكسيدون؟ مولفين ماشي. شنو اللي مولفين؟ اشرح لي. اول مره ماشي جوج ماشي ثلاثه. شنو كيوقع؟ ديما شي كارثه اللي وقع لي. يعني ولفتوا على هذا؟ ولفنا شي ولفنا حنا على اساس مولفين. واخا شي يومين. هو تصرف ما كانش خصهم يهبطوا باسلحه بيضاء. ما كانش عليهم باش يهبطوا يديروا هذوك الاسلوب. هما انا اللي شديت الاكسيدرات. انت اللي شديتيها من اللي شديت هما اللي شديتيها تروح المشكله لا يعقلوا بها. يعني شدت هي الموش وبغات انت كديتها. هما انا اللي حيت اللي دفعتها راه مشكله مصيبه كارثه. هادشي اللي كاين. لا حول ولا قوه الا بالله العظيم. نسال الله السلامه ياك. لانه ما كانش خصهم يتعاملوا بهذا التصرف. والسيده يمكن خرج لها الارباك وكثرت الصدمه من القوة ديال الصدمة. شكرا لك خويا. شكرا لك. إذا مشاهدينا الكرام كما كتشوفوا فكانت تفاصيل واحد القضية اللي كانت غتوقع كارثة لولا ستر الله، لأنه كما شرح لنا الأساس اللي كان حاضر هنايا شرح على أنه
كان سيدة غدا في حالة ديال السكر، خرجات بطريقة صعيبة واحد الطوموبيل اللي كانت هي اصلا مستاشونيه تما، فجا العساس يكلم البنت باش تشوف الطوموبيل تاعها، هبطوا معاهم البنات تاهما ماس وهبطوا باش يدافعوا على راسهم، ما عرفتش الطريقه باش بغاو يدافعوا على راسهم، كانت غادي توقع كارثه لولا ستر الله. نسال الله السلامه والعافيه، الله يحفظنا يا رب ويحفظكم من كل شر يا رب. فان السيده كانت كما كيقولوا السيد اللي وقع وحضر الواقعه تيقول على انه كانت السيده حاله شكر وفقدات السيطره على العربه وخرجات في سياره اخرى ديال جوج ديال البنات اللي هبطوا اسلحه بيضاء باش يدافعوا على راسهم. يمكن هذه طريقه غير مشروعه انك تدافع، ولكن هذا الشيء اللي وقع. شكرا لكم مشاهدينا الكرام على تواصلكم، نتلاقاو في الخير، السلام عليكم.